قادر بالحصان وميتولي والهدف 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 الاول والهدف الاول عن طريق ميتولي. 24 دقيقة لعب والترجي يفتتح النتيجة. 24 دقيقة لعب كانت ميتولي يفتتح النتيجة. ممتازة جدا من ميتولي يفتتح النتيجة لفائدة الترجي الرياضي التونسي. 24 دقيقة لعب والترجي يسجل هدف في هذه المباراة. هدف لصفر لصالح الترجي. بداية ممتازة جدا. قوة الإذاعة والتلفزيون التونسية ما تمكنش من نقل المباراة في الإذاعة الوطنية. تنفذ المخالفة حسن القابسي وتخرج كرة تماس لفائدة مولدية وهران. تماس عن طريق بن ميمون مباشرة الأيد زقاش الحارس اللي كان احتياطي في تونس في مباراة الذهاب. خريف يقدم له عادي الحمروني يخلو كرة عادي الحمروني والهدف الثاني لفائدة الترجي والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق عيادي الحمروني في وقت 17 دقيقة لعب من الشوط الثاني. عيادي الحمروني يسجل الهدف الثاني لصالح الترجي. هدفين لصفر. هدف ممتاز جدا. هدف رائع. 2-0 لفائدة الترجي. وطبعا مجبور باش ندخل بحظة بنك الاحتياطيين الى جانب لاعبي الترجي. الهدف الثاني في وقت ممتاز جدا. 17 دقيقة لعب. هدف عادي الحمروني. هدفين لصفر. مخالفة لفائدة مولدية وهران يشير الى الحكم المالي ماغاسا سيدي بكي. تلمساني بمحاولة تسديد يسدد وترجع بالساق من شكري الويع. تسديدة ثانية والهدف عن طريق اللاعب القايد يحقق الهدف في الدقيقة 28 من الشوط الثاني. هدفين لهدف. تخريج كرة أول كان من شكري الوعر ثم تسديدة ثانية وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لفائدة الترجي الرياضي التونسي أمام مولدية وهران. قايد وتصفاوت وكرة خطيرة على دفاع الترجي أمام الكرة وترجع من وتلمساني وشكري الوعر وهدف التعادل في 29 دقيقة لعب. هدف التعادل أي الإعادة لهدف التعادل. تسديدة أولى من التلمساني يتصدى لها شكري الواع ثم أعتقد أنه اللاعب تصفاوت يحقق الهدف الثاني لفائدة مولدية وهران. ربع ساعة لنهاية اللقاء والنتيجة تعادل هدفين لهدفين. تبقى النتيجة إيجابية جدا بالنسبة للترجي. ما النتيجة تتعادل. ترجي سجل 2 أهداف في خارج ميدانه ومولدية وهران ما سجل إلا هدف واحد خارج ميدانه في تونس لأن نتيجة الذهاب كان 3 أهداف مقابل هدف. تماس لفائدة الترجي. من سينفذ التماس ما نعرفش. قادر رافي حتى شيء في الجهة اليمنى للميدان. خريف في اتجاه علي بن ناجي. الحكم فيما يخص الضباب يوقف المباراة على ما اعتقد. كرة لفيت مزيان يتواصل اللعب. ترجع من الهادي برخيصة. ميتولي مروان قزمير ومخالفة
الوقت القانوني انتهى، والوقت القانوني انتهى، وكرة لفيت مولدية وهران، وكرة تخرج من مولدية وهران، الوقت القانوني انتهى، وفريق مولدية وهران مسير يحب الفريق يخرج. على كل حال ما اقترحه الان بالنسبة لهذا النقل، وانا ننتظر تتنفذ. وفي هذه الآونة يعلن الحكم على نهاية المباراة، وترشح الترجي إلى دور النهائي لكأس إفريقيا الأندية البطلة، ويتقابل مع الزمالك ولا مع الفريق الكناري نيفيل، وهذا ترشح طبعا ممتاز جدا للترجي كما ذكرنا، وأن الترجي يستحق هذا الترشح ويستحق هذه المسيرة الموفقة والناجحة في كأس إفريقيا للأندية البطلة. ذكركم أن الترجي الرياضي التونسي يعود إلى أرض الوطن يوصل لتونس حوالي الساعة 10 أو 10:30 ليلا. شكرا على حسن المتابعة والانتباه بالنسبة لهذه المباراة، فهنيئا مرة أخرى للترجي، هنيئا لتونس بهذا الترشح إلى الدور النهائي. شكرا وإلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة بإذن الله، مع أجمل وأحلى تحيات هشام الخلصي من تلمسان بعد ترشح الترجي إلى الدور النهائي.